شهدت معظم محافظات شمال السلطنة منذ فجر اليوم أمطارا متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي عميق. وهطلت أمطار بين الغزيرة والمتوسطة على ولايات ينقل وضنك وعبري بمحافظة الظاهرة أدت إلى جريان أودية من بينها أودية وادي العين ووادي مجزي الذي قطع الحركة المرورية، كما أدى جريان الوادي الكبير إلى قطع الطريق الواصل بين عبري وينقل. وفي محافظة جنوب الباطنة أدت غزارة الأمطار صباح اليوم إلى جريان أودية بني غافر وبني هني في ولاية الرستاق وانقطاع بعض الطرق الرئيسية نتيجة جريان المياه. كما شملت الأمطار الرعدية محافظة شمال الباطنة ما أدى إلى جريان وادي الغليل بولاية الخابورة وهو ما قطع الحركة المرورية على الطريق. كما شملت الأمطار محافظة الداخلية وتفاوتت بين المتوسطة والخفيفة وتركزت على قرى سنت وجبل الكور والغافات بولاية بهلة. وهطلت الأمطار أيضا على ولايات محافظة مسقط، وتوقعت الهيئة العامة للطيران المدني امتداد تأثيرات الأمطار إلى محافظات شمال وجنوب الشرقية والوسطى خلال الساعات القادمة.